قالت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية إن تل أبيب وواشنطن تواصلان التنسيق على جميع المستويات لشن هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك استعدادات في إسرائيل للرد على هجوم إيران البالستي وسط ترجيحات بأن إيران سترد على الرد الإسرائيلي. وأوضحت أن نشر دفاعات جوية أمريكية في إسرائيل من شأنها تعزيز الرد الإسرائيلي ومنع إيران من الرد. وفيما تترقب المنطقة بحذر الرد الذي تلوح به إسرائيل على إيران، قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي إن ألوية طهران أولويته الحفاظ على السلام والاستقرار ورفض أي تصعيد وحرب في المنطقة، مشددا على أن بلاده ستوظف كافة إمكانياتها لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين الإيرانيين. معي من أبو ظبي الدكتور صالح المعايطة الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا دكتور صالح. دكتور صالح، بداية، ما هي توقعك للرد الإسرائيلي بعد أن أخذ وقتا للتنسيق وذلك مع الجانب الأمريكي؟ تحياتي. أولا، لا زال يأخذ وقتا ولا زال قيد للتدقيق والتمحيص لسبب بسيط. عندما نتكلم عن البعد العسكري أو الرد، لا يؤخذ في سياق منفرد، وإنما يؤخذ في سياق سياسي ودبلوماسي وإقليمي ودولي. الرد الإسرائيلي محكوم بكوابح موجودة في واشنطن، وقد تكون مرتبطة بقرب الانتخابات الأمريكية. الرد الإسرائيلي مدروس لعدة اعتبارات. إسرائيل تريد أن تشل إيران ولا تدمرها، تريد أن تضعف وتقلب أظافر إيران ولا تدمرها. والإدارة الأمريكية ترى في الرد الإسرائيلي أن يكون كما قال وزير الدفاع محكما دقيقا مفاجئا مميتا. وعندما نأخذ هذه العبارات الثلاثة أو الأربعة، ماذا نعني بالمفاجئ والمميت والدقيق والحاكم؟ لن يكون ردا بالبعد العسكري التقليدي كما أفهمه أنا، بسبب أن البعد الجغرافي بين إيران وإسرائيل وهذه الحملة العسكرية بالطائرات وغيرها وبالسفن والصواريخ البالستية تحتاج إلى تنسيق وتحتاج إلى مجالات جوية متعددة وممرات جوية. مهما قدمت لها الولايات المتحدة من تسهيلات جوية وبحرية، لابد للطائرات أو الصواريخ الإسرائيلية أن تخترق بعض جوار دول جوار إيران. أعتقد الرد الإسرائيلي هو محكوم بما تريد الإرادة الأمريكية قدر الإمكان ألا يتضمن المنشآت النووية، ولسبب بسيط. المنشآت النووية هي لمصلحة أمريكا ألا تدمر المنشآت، اللي هي ورقة ضغط وورقة تفاوض وورقة عقوبات. ثانيا، المنشآت النووية الإيرانية لا يمكن الإطباق عليها بضربة واحدة من قبل إسرائيل وأمريكا حتى والعالم كله. تفضل. دعنا أيضا دكتور صالح نرى ماذا في المقابل. يعني هل يبدو لك أن إيران ستبتلع الرد أو تلجأ إلى الرد بالمثل، خاصة وأنك تقول أن إسرائيل لا تريد تدمير إيران بل هو أن تشلها؟ الشلل يأتي، إيران تركز على أن تهزم إيران من الداخل وليس من الخارج. وعندما ننظر إلى جغرافية إيران سيدي، هي جغرافية كبيرة، 1,670,000 كيلومتر مربع، وكتلة بشرية 90 إلى 95 مليون نسمة. وكما قال لينين أن الاتحاد السوفيتي لن يهزم من الخارج، سيهزم من الداخل، وهذا ما حصل عندما تفتك الاتحاد السوفيتي. إسرائيل والإدارة الأمريكية تريد أن تفصل الرأس عن الأطراف، تريد أن تفصل أو تضغط على الرأي العام والشعب الإيراني أن له حياته في جحيم وخطر. دكتور صالح، هذه ربما استراتيجية طويلة الأمد، لكن نحن نتحدث عن رد الآن على الرد الإيراني الذي حدث على إسرائيل.
هناك هجوم هل سيشمل المناطق النووية، وأنت استبعدت هذا الأمر، ولن أيضا يعني يستهدف المناطق النفطية أو المصانع النفطية ومنشآتها، يعني ماذا سيكون الحل بالنسبة لإسرائيل للرد الرمزي على الأقل على هذا الرد الإيراني؟ شكرا، سؤال جيد. لا أقصد حرب طويلة، الرد لن يكون رمزيا عندما يتم استهداف كل شل، لما قلت شل مظاهر الحياة، شل الطاقة الكهربائية، شل البنوك، شل القطارات، شل منظومة القيادة والسيطرة، شل كل حياة الشعب الإيراني، سيجد نفسه إذا نظر إلى بندول الساعة لن يتحرك في غرفته، لن يرى حياة. هذه هي الضربة المميتة القاتلة التي تجعل أن ينظر الشعب الإيراني أن إيران لا تملك شيء مقابل هذا الرد الإسرائيلي. قد عندما نتكلم عن السايبر، هي ليست نوع من الحروب ولم يكن لها تعريف دولي حتى الآن. وعندما نتكلم نوع من السايبر، هو عدة أنواع. السايبر اخترقت إيران من زمان بالتجسس والتخريب واغتيال القيادات وسرقة الملفات النووية الإيرانية لم يبقى إلا أن تشل البنوك والحياة وكل شيء بإيران. دع المواطن، لاحظ عملية الفيجر بسيطة بكبسة واحدة خلال ثواني، 3000 مواطن خرج عن العمل في لبنان بين قتيل وجريح وفصلت كل شيء. هذه يعني الضربة التي تفكر فيها إسرائيل. ما قلته أن إيران تريد أن تضرب أهدافا في إيران، أو إسرائيل تريد أن تضرب أهدافا في إيران ليس لها مقابل في إسرائيل كما ذكرت. شكرا على كل حال لك العميد صالح المعايطة، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من أبوظبي عبر تطبيق زوم. شكرا لك.